الزنقه فين غنمشي؟ راه نمشيو للمشفره، شفرت يدخلوك الحبس كما درتي وحده. انا بغيت حقي، انا بغيت حقي، بغيت بارطمان انا كعباد الله نسكن، استافد الدنيا حقي. عاش محمد السادس، انا بغيت حقي، محمد السادس بغيت يشد ليا حقي. واش يتسوق بان حنا حشره، حشره اللي حواز الزنقه صافي. اصلا شوف الاسلوب صباح في الزنقه فاش جا لاحظتوا ما كيريبوا لينا. سلام، انا خديجه عايشه هنايا في الدوار البوليسي في البرارك العشوائيين بين الرحمه والولفه. خويا انا كنت عايشه بخير وعلى خير، يعني مرتاحه وخدامه على قد الحال، راك عارف انا الحمد لله بخير وعلى خير. فواحد اللحظه كيهدموا علينا، يهدموا علينا دويراتنا صافي. انا ما كذبش مرات مرض نفساني، يعني راك شتي اخويا احنا فين عايشين ودايرين هاد العشاء، فين مستقرين بعدا، فين مدرقينا على الشمس وما كننعسوش بالليل. والله اخويا ما كننعسو بالليل، يعني يعني اي حاجه نتعرضوا لها انا عازبه، يعني اي حاجه نقدر، اي حاجه نتوقع تعرض ليا وانا عايشه هنايا في هذه العشه. يعني بغيت الناس علاش يريبوا لينا، عطونا غير حقنا، ريبتي لي اعطيني فين نستقر. يعني انت اخويا ما غاديش تعطيني، خليني انا في هذيك البراكه، انا راضيه بها، انا قابله على التراب، قابله على كل شيء، غير خليني. هما يعني هاد العشاء هادي دايرينها يعني ما كيوقروكش، يعني كيجيو يطيحوا عليك وحنا كنعاودوا نبنوها، وكيجيو يطيحوا عليك وكنعاودوا نبنوها. خويا حنا مكرفسين صراحه بزاف، الله ياخذ فيهم الحق، حسبي الله ونعم الوكيل فيهم. خويا شي جيه دابا، شي يعني جيه دابا شهر حنا عايشين هنايا، هيا جيه دابا تقفل الشهر، يعني العيد الكبير هو داخل دابا. خويا حنا ما كنفكروا لا في عيد لا في حتى شي حاجه، حنا كنفكروا في الصقر عاد نشوفوا العيد. حنا ما عندناش فين غنستروا، عاد بقى لينا العيد. يعني العيد والله ما مفكرين فيه اخويا، والله هاد الناس كرفصونا. انا كنبيع غير ربيع، بعت الربيع، درت الخبز بعته زعما شي حاجه، بوعرت لقط الحديد وتانا كنبوعر باش درت هاد المحل. يمكنكم شي تبرع، يمكن كنت غنعيش واحد العيشه احسن. وانا درت واحد الغلط اللي خديت انا براسي ناخذ في بلادي باش نستقر، وصدقوني انا شردوني، يعني تشرد الزنقه خويا، تشردنا الزنقه، الله ياخذ فيهم الحق، حسبي الله ونعم الوكيل فيهم. حنا بغينا غير فين نستقروا، انا ما كنطلب منهم حتى شي حاجه، عطونا فين نستقروا. يعني خويا عطونا فين حنا نعيشوا، حنا راه ما عندناش، حنا حنا مكرفصين وكشتي هاد الحاله، وحنا جالسين في الخلا. يعني كي اللي كيعطيك تاكل، كي اللي يعني كي الناس كيرفعوا عليك شي حاجه قليله باش تاكل، والحمد لله حنا لقيناهم، وشحال قدنا نبقاو بحال هكايا. وانا كنطالب بحقي، يعطوني سكن فين نستقر صافي. انا كنطالب بحقي، يعطوني سكن فين نستقر باش انا نمشي من هنا. انا ما عجبنيش، انا جالسه في هذه العشره راه ما عجبنيش الحال، ولكن راضيه بها حيت ما عنديش اخويا، ما عندي حتى شي واحد، والديا ناس كبار معولين عليا، انا نخدم ونعطيهم، ما كنرفع عليهم. انا صدق دابا هي جايه شهر وانا جالسه ما خدامه من حتى شي حاجه، ومعولين عليا. وانا زعما كنت مناويه باش نجيب والديا نستقروا معايا، ناس كبار ما يعني راك عارف الناس كبار ما بقاش عندهم الجهد. وانا لي انا عندهم بنت، انا اللي مقاتله باش نتكافح معاهم على قبلهم مقاتله، وانا كنطالب بحقي، يعطوني حقي. انا ولا كنت كنعرف انا عايشه في هذا المغرب، كنباغي حقي ما نضيعش. حتى انايا حتى انا بنت عازبه، يعني حتى انا كنتسنى راسي صافي، تشرت انا، تشرت اخويا تشرت، انا ضربت تماره، بعت الربيع، ما خليت، ما درت، بوعرت باش ندير هاد البراكه. في الاخر كيجي يهدموا عليك وما كيعلموكش، حويجاتنا ضاربين عليهم تماره اخويا، شارينهم وكيهدموهم علي، يعني يهدموا عليهم التراب. انا كنلوم المسؤولين الكبار، هما اللي كيشردوا الفقير، يعني هما شردونا، ما عندهمش غرض، هما ناعسين مرتاحين، وحنايا حنا ما مشغولهمش، ما فينا حنا نموتوا ولا دبروا روسكم. الله ياخذ فيهم الحق اخويا، حسبي الله ونعم الوكيل فيهم. حسيت براسي محقوره بزاف، يمكنكم مشيت شي بلاصه اخرى كنت غنكون حسن. انا رسالتي الاخيره كنتمنى من الله يشوفوا من حالنا، حتى حنايا حتى حنا عايشين في هذا العشش، ما عندناش فين غنمشيو، ما عندناش، يعني كون كان عندنا فين غنمشيو ما غنبقاوش جالسين هنايا. حتى حنا راه شهر وحنا دابا مكرفصين هنايا في التراب وفي هاد الخلا، وما حيتنا لاي حاجه نقدروا نتعرضوا ليها. وانا كنطالب منهم يعطوني حتى انا حقي، فين نمشي نسكن، لا ليا ولا هاد الناس اللي معايا، حتى هما حنا كاملين مكرفصين.
يديروا معنا حل، حتى حنا ما يخلوناش، حنا ماشي عاجبنا الحال جالسين تحت هذا العشش، راه ما عندناش فين نمشيو اخويا، راه ما عندناش الله ياخذ فيهم الحق. السلام عليكم، انا فوزيه تنسكن في دوار البوليسي، سكنت مده 3 سنين مده ديال كورونا، جمع لي الكرا صافي جيت شيت واحد المبلغ قليل ماشي شي فلوس كثيره. المهم جينا حطينا هنايا مدورين على القصد ديرو داكشي شويه، وليت نجيب لي اجور ومدور على حساب البرد حيت يدارونيه الكلاوي شويه داز سميتو، ما يجوا المقدميه والقيد وداكشي جاوا بديبو او ما علمتونا ما والو، علمونا مخا مده شهر باش نجمعوا حنا حويجاتنا، راه عندنا وراقينا عندنا حوايج، حنا ماشي حشره غتلوحونا، لا قال لك خرجوا دابا ولا نعتقلوكم دابا جي الامر صافي. بدا يدوحونا في حوايجنا وبدينا نهزو شي هزينا شي ريبو لينا عليه، تنعيشو خويا بلا اله الا الله، هادشي باش تنعيشو بلا اله الا الله، وربي لي شهاد علينا. حتى دابا كنا في شي بلاد وراه شادين لينا حقنا، حنا في بلادنا وما واخدينش حقنا، حنا في بلادنا وما واخدينش حقنا، فين غنتلاح بخمسه الاولاد فين غنتلاح انايا؟ واش حشره؟ ديروا لي حقي، ديروا لي ابارتمان نسكن فيه ونخلص طريطه، ما صدقوش عليا يدخلوني الساكن ونبدا نخلص الطريطه ديالي، ما يلوحونيش الزنقه وكايا، واش انا راه بشر انا ماشي حيوان، بنادم انا في بلادي بغيت حقي، عاش الملك بغيت حقي، وكواك عباد الله بغيت حقي انايا، انا مليوحه الزنقه فين غنمشي؟ العائله كل واحد ندهي مع راسو، انا بغيت حقي دابا، بغيت اليوم والمحسنين الا كانوا تيشوفوا والشعب المغربي الا كان تيشوف فينا في هاد الناس اللي ضايعين، امه عباد الله مليوحه في الزنقه، ولادهم تيقراو انا ولادي تيقراو، اش نضيع ولادي من المدرسه؟ فين غنمشي؟ ياك تقولوا لنا قراو وعلموا ولادكم الاداب وعلموهم قرايه، فين هي هاد القرايه؟ فين هما اللي خرجتونا ونحتونا؟ فين نقري انا ولادي المدرسه اللي تيقرا فيها حدايا؟ فين غنمشي؟ عاش الملك عاش سيدنا، شد ليا حقي، بغيت حقي، ما بغيتش نتلاح الزنقه، تتلوحونا الزنقه تدفعونا، فين غنمشيو؟ تدخلوا الدراري تيشفروا تيديروا انتوما تتلوحوهم، فين تلوحوا عباد الله حشومه عيب؟ رحنا في بلادنا كنا في برا في اسبانيا ولا في شي بلاد كنا شادين لنا حقنا، ما يلوحوناش هكا بحال الحيوان، انا في بلادي ما واخداش الحريه ديالي، بغيت حريتي، فين حقوق الطفل؟ غادي يعيق واحد فين مليوح؟ حشومه هذيك نهار ولدي انا تلقى لوطوروت مرض، مشات تلقى لوطوروت من تيريب لينا القيد ومشات تلقى لوطوروت جابوه على الناس من فرعس من دراعو، فينا هو هذا القانون؟ فينا هو هذا الحق؟ ولا الحق حق دين فينا حنا يريبوا لينا باش غنعيشوا حنايا؟ الزيت زيدين فيه كلشي زيدين فيه باش غنعيشوا، باش غنعيشوا خدمه ما كايناش، قال البنات مشوا الخدمه نتكرفصوا فينا غنمشيو. دابا انا تنطالب يديروا لي سكن، انا بغيت سكنه نسكن، ما بغيتش نبقى لايحه في الزنقه كاع حوايجي مليوحين في الزناقي، حشومه شدوا لي حقي، انا بغيت السكنه، وتنطلب من سيدنا الله ينصره الله يشافيه ويعافيه يا ربي، تشافيه وتعافيه، شد لي حقي، عاش محمد السادس، شد لي حقي، انا ما نتلاحش للزنقه، انا فوزيه ما بغيتش نتلاح الزنقه، الله يرحم بها الوالده شدوا لي حقي، وهاد الناس اللي معانا، السيده راه 21 عام هنايا ولا حوا، والده ولاده 21 عام، حاله مدنيه هنا ولا كارت عندها هنا ولا حوا، ما عقلوش عليها ريبوله ولا حوا، وعندها بنات تيقراو كبار، حشومه. إذا عجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك في قناتنا ماسينك تيفي وتفعيل الجرس ليصلكم الجديد وزيارة موقعنا www.masinktv.ma